انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر فيليب. السيدة اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايزة اشهرها. بيعملوا لها ب50,000-60,000 متابعة. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناة على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. هتعاون مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي مزعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابدأ الحلقة افكر حضراتكم بالاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. اتعرضت لكتير من الابتلاءات بعد اعتناق الاسلام، وزادت حروب شياطين الانس وشياطين الجن. فشياطين الانس متمثلة في الكنيسة وبعض النصارى قاموا بتشويه سمعتي واختطف اولادي وادعهم في دار ايتام، وشياطين الجن بدأت توسوس لي وتلومني على ترك اهلي واولادي وعملي. وبدأت أفكر يا ترى اللي عملته ده كان صح ولا غلط، وبالرغم من أن يقيني أن اختياري كان صح، لكن مدخل الشيطان بيدخل من ناحية الأولاد. وبدأت أحزن وأبكي على فراق أولادي، وده كان بعد إشهار إسلامي وهروبي من الدير بفضل الله. لكن ربنا سبحانه وتعالى حفظني من وساوس الشياطين، وبدأ يبعت لي رسائل اطمئنان. وأول الرسائل دي كانت سماع صوت بيقول لي التوبة 23، وعرفت وقتها أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي أنت صح. وبعدها مباشرة شفت الرؤية الأولى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيوصلني لقصري في الجنة. وقتها ما كنتش أعرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. لما سألت أهل الاختصاص أكدوا لي إن دي صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والمرة التانية بقى اللي شفت فيها سيدنا محمد كانت رحلتي داخل الجنة، واللي جت برضو بعد حزني على فراق أولادي، وكانت بمثابة تطيب خاطر من ربنا سبحانه وتعالى ليا، واللي فيها شفت أولادي في الجنة. وده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة وهتكلم عنها بالتفصيل. أما المرة التالتة والأخيرة اللي شفت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اداني درع وسيف وخوزة، إني كنت واقفة في نفس المكان اللي بشوفه كل مرة، كنت لابسة نفس اللبس اللي هو التوب الأبيض الواسع الفضفاض كان بيجر، نفس الخضرة والشمس الزاهية اللي هي ما فيهاش حرارة، شمس من غير حرارة سبحان الله. بس كنت حزينة قوي، واقفة حزينة. شفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفس المواصفات اللي شفتها قبل كده وحكيتها للإخوة، والإخوة أكدوا لي إن ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاي من بعيد ومعاه سيف ودرع في إيده اليمين ومعاه خوزة في إيده الشمال. قرب مني ولبسني الخوزة على راسي واداني الدرع، أنا بنفسي لبسته وهو قفل، يعني هو عمل الرباط بتاعه، وبعدين اداني السيف وعمل لي الإشارة دي، معناها تشددي، اظن ان معناها تشددي، ربنا معاكي وبيساعدك. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيطمني وبيقول لي ما تخافيش، ربنا هيحفظك من اعدائك وهينصرك عليهم، وما عليك الا الصبر. واحب اوضح ان الرؤى اللي شفتها تجارب شخصيه ولا تعتبر دليل نستدل بيه على صحه الاسلام. فالاسلام عقيده ثابته كالجبال الرواسي، ومعجزة الإسلام هي القرآن الكريم الذي أعجز الكفار ولم يستطيعوا الصمود أمام التحدي الكبير بأن يأتوا بصورة من مثله. وكل الرؤى اللي شفتها والأوصاف اللي ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردت في السنة الصحيحة، فأنا ما جبتش حاجة جديدة ولا ابتدعت بدعة، ولكن اتأكدت تماما إن الله معي، والإسلام أعظم دين على وجه الأرض، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ونبدأ على بركة الله في سرد رحلتي داخل الجنة. فالبداية كانت لما شفت أني كنت في مكان فيه شمس لونها ذهبي وحرارتها ضعيفة،
وشفت شخص من بعيد متوسط الطول وبنيته قوية ولابس عمامة حرير لونها أخضر فأبيض، وكان قاعد على مجرى نهر كبير وبيشرب الناس مية من إيده. وقتها استغربت لأني كنت أعرف أن الحرير محرم على الرجال في الإسلام، وما كنتش أعرف إيه المكان اللي أنا فيه ده، لأني كنت معتقدة أن المكان ده في الأرض. وبعد كده قررت أروح عند الراجل ده اللي بيشرب الناس مية، لأني كنت عطشانة جدا. ولما قربت منه عرفت أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي شفته قبل كده لما وصلني القصر في الجنة، وكان وشه أبيض مشرب بالحمرة، وأكتافه كانت عريضة، ولحيته كثيفة لكن مش طويلة، وبيضحك بيه كان فيه عرق بيظهر لما يبتسم، ورموش عينيه كثيفة كأنها فيها كحل. سبحان الله، لا هو بالطويل ولا هو بالقصير صلى الله عليه وسلم. ولما وصلت لحد عنده كان في صف كبير من الناس بيشربوا من ايده، وفي ناس تانية بتحاول تشرب من ايده وكان بيرفض ان يسقيهم. ولما رحت هناك ما وقفتش في الصف مع الناس، بس وقفت في مجموعة تانية هم اللي اعتنقوا الاسلام وكانوا من خلفية غير اسلامية من مختلف الجنسيات. المهم اني شربت من ايد سيدنا محمد بدون ما اطلب منه، والمية كانت حلوة جدا ومسكرة. وبعد ما شربت مشيت بعيد وشفت شخص من بعيد كان واقف عند شجرة، كان شعره طويل ونحيف ووشه خمري وفي نمش بسيط في منطقة الأنف كده وتحت العين، وبين عليه انه غلبان جدا ولابس جلابية بيضة، وكان معاه واحدة ست كانت قاعدة معاه. وقعدت أسأل نفسي يا ترى مين الشخص ده اللي أول مرة أشوفه ومين الست اللي معاه دي، فلقيت صوت بيقول لي ده المسيح عيسى ابن مريم، وان الست اللي معاه دي هي امه السيده مريم العذراء. ولما شفت المسيح عليه السلام قعدت ابكي وما كنتش عارفه انا ببكي ليه. ولما قربت منه ولقاني ببكي بدا يطبطب على كتفي ومسح لي دموعي بدون ما يتكلم معايا، وكانه بيقول لي ما تبكيش، وبدا يبتسم ليا وكانه بيطمني ويقول لي ما تخافيش. وبعد كده مشيت علشان أشوف أي حد أعرفه في المكان ده، فقررت أرجع تاني لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علشان يطمني. وفي أثناء رجوعي للنهر عديت على مكان كده زي كوبري علشان يوصلني للبر التاني، والمكان ده كان مليان بالزهور اللي ألوانها كتيرة ومتنوعة، وشميت ريحة أول مرة في حياتي أشمها في منتهى الروعة. وشفت كمان أشجار فاكهة ما شفتهاش أبدا في حياتي ومش موجود منها في الدنيا أصلا، وشفت العنب والتين والرمان والزيتون. وكنت لما أبص بعيني على أي ثمرة فاكهة ألاقي طعمها في فمي وكأني أكلتها، فاستغربت جدا وقلت لنفسي إزاي كل ما أجي أبص لثمرة فاكهة ألاقي فمي بقى مسكر بطعم الثمرة دي. ولقيت ناس كتير جدا برضو واقفة قدام أشجار الفاكهة وحصل معاهم نفس اللي حصل معايا. وبعد كده بدأت أشوف أطفال كتير في منتهى الجمال وملاكة كتير جدا، وسمعت أصوات طيور وعصافير، وشفت قصور كتيرة خالص ومن ضمنها القصر اللي دخلته قبل كده. أيوة أنا عارفة شكله، بنفس العتبة ونفس الباب. والناس اللي شفتهم عبارة عن مجموعات مكونة من 6 أفراد مع بعض، ولما بيمشوا مش بيحطوا رجليهم على الأرض لأنهم كانوا في وضع عالي شوية عن الأرض كأنهم طايرين. وكل ما اشوف حاجة زي كده استغرب واقول سبحان الله. واخيرا وصلت للنهر اللي الناس واقفة عنده وبتشرب من ايد سيدنا محمد، وبدأت اقف جنب حبيبنا ونبينا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما شافني ملأ ايده بالمية وشربني تاني من غير ما اقوله، وفي الوقت ده لقيت حاجة بتقولي انت في الجنة، والنهر اللي بتشربي منه ده هو نهر الكوثر، النهر ده اللي ربنا اداه وخصصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم علشان يشرب المؤمنين منه. وبعد ما شربت من ايد سيدنا محمد لتاني مرة حسيت باطمئنان شديد، وبدأت أبص حواليا أشوف حد أعرفه، فلقيت الناس كلها صغيرين في السن وفي مرحلة الشباب وكلهم حلوين ما شاء الله، وكنت زعلانة اني معرفش حد فيهم، بس كنت مصرة اني احاول اعرف حد منهم لغاية ما لقيت اول شخص اعرفه، وهو والدي المحترم وشيخي اللي بحترمه وقدره الشيخ محمد موسى رئيس لجنة اشهار الاسلام بالازهر الشريف واللي نطقت الشهادة على ايده.
وكان في مرحلة الشباب، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيكافئه بالجنة وبيشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم، علشان آلاف المسلمين الجدد نطقوا الشهادة على إيده، فجزاه الله خير الجزاء ورزقه الصحة والعافية. ولما مشيت تاني شفت الأخ المحترم أحمد سبيع الباحث في مقارنة الأديان وصاحب قناة البينة لمقارنة الأديان، كان بيشرب من إيد سيدنا محمد عند نهر الكوثر. والأخ أحمد سبيع أنا شخصيا اتعلمت من دروسه وحلقاته الكتير عن أصل العقيدة ورده على الشبهات اللي بتلقى على الإسلام، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقدمه من علم وتضحيات في سبيل الله في ميزان حسناته. وبعد ما شفت الأخ أحمد سبيع لاحظت ان في ناس كتير بتطلب من سيدنا محمد انه يسقيهم، بس هو كان بيزم ايده مش عايز يشربهم. ولاحظت كمان ان في مجموعه من الاشخاص واقفين جنب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما قربت منهم لقيتهم الناس اللي كانوا على غير مله الاسلام وامنوا بالله الواحد الاحد وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وكان غالبيتهم من النصارى اللي اعتنقوا الاسلام، وكلهم لابسين تيجان على رؤوسهم ووشهم ابيض منور. وكان من ضمنهم الدكتور وديع احمد فتحي اللي كان شماس بالكنيسه المصريه ووفاته المنيه في اواخر 2018، وله مؤلفات كتير جدا باسمه منتشره في الاسواق. وكمان شفت من المسلمين الجدد الشيخ يوسف استس اللي كان قس امريكي واعتنق الاسلام بعد رحله بحث عن الحقيقه، وكان شكله جميل جدا ما شاء الله، وكان واقف جنب الشيخ يوسف استس فارس المناظرات واسد الاسلام الشيخ احمد ديدات رحمه الله عليه، واللي كان سبب في اسلامي لما سمعت له مناظراته على اليوتيوب وانا في النصرانيه. وكان واقف معاهم الدكتور زاكر اللي اسلم على ايده الالاف في كل دول العالم، فجزاه الله خير الجزاء على ما قدم من علم وانتفع به. وبعد كده مشيت ورحت ناحيه قصري ووقفت قدام الباب، وما كنتش عايزه ادخل القصر علشان استمتع بالمناظر الحلوه اللي شفتها من اطفال جميله وملائكه واصوات طيور وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيشرب الناس من نهر الكوثر. وقررت ارجع تاني علشان اروح لسيدنا محمد واشرب من ايده تاني. ولما رجعت تاني عند النهر لقيت أطفال صغيرين حوالين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرحانين بيه بقى وبيمسكوا هدومه وهو بيلعبهم صلى الله عليه وسلم، فاللي خايف بيطمنه ويبتسم له، واللي بيعيط بيواسيه ويطبطب عليه، والعطشان بيسقيه كأنه طبيب بيعالج وبيداوي الناس اللي تعبت كتير في الدنيا واللي راحت الجنة علشان ترتاح من تعب وعناء الدنيا الفانية. وبما اني تعبت وعانيت كتير في الدنيا وامنت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربت من ايده الشريفة، وامنت بسيدنا المسيح عيسى ابن مريم نبيا ورسولا طمني عليه السلام. وبعد ما شربت من ايد سيدنا محمد وطمنت وشفت المسيح وامه السيدة مريم عليهما السلام، قلت انا عايز اشوف الله سبحانه وتعالى، فلقيت حاجة بتقولي ربنا هيظهر لأهل الجنة كلهم مرة واحدة بعد ما كلهم يشربوا من نهر الكوثر من ايد سيدنا محمد، ومش هيظهر لكل واحد لوحده، ويظهر كنور واهل الجنه كلهم هيشوفوه سبحانه وتعالى، وهيقعدوا كلهم ينتظروا الجلاله اللي هتكون على هيئه نور، وهيفرحوا فرح شديد لرؤيه ربهم. وبعد ما عرفت المعلومه دي قررت اخد جوله في الجنه، وشفت انهار الجنه ومنها انهار من اللبن وانهار من العسل وانهار من الخمر غير المسكر، ده غير نهر الكوثر الموجود في مدخل الجنة. فنهر اللبن كان أبيض ونهر العسل أصفر زي الذهب، وبنمد إيدينا وناخد منه والناس مستمتعة جدا بالأنهار دي. وبعد كده شفت الأخ الفاضل أبو عمر الباحث صاحب قناة مكافح الشبهات وصاحب الردود القوية على القمص المدلس زكريا بطرس، وكان لابس نفس الطاقية اللي بيطلع بيها في الحلقات اللي بيقدمها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. وبعد أبو عمر الباحث شفت الأخ المحترم والمدافع الشرس عن الإسلام الشيخ زين خير الله حفيد البطل المجاهد الليبي عمر المختار. فالشيخ الشهيد المجاهد عمر المختار كان بيكافح ضد الاحتلال الإيطالي، والشيخ زين خير الله بيدافع ضد النصارى والملاحدة، فبارك الله فيه وجعل ما يقدمه في ميزان حسناته. وبعد الشيخ زين خير الله
شفت الأخ دريد ماتا بطرس العراقي والمهتدي للإسلام، كان في المجموعة اللي واقفة جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت موجودة مع المجموعة كمان الشهيدة بإذن الله الأخت كاميليا شحاتة اللي قتلت بأمر من الهالك شنودة عليه لعنة الله، وده بيدل على أنها ماتت على الإسلام. وبعد كده شفت كمان الأخت بتول حداد اللي قتلها أبوها لما عرف أنها اعتنقت الإسلام، حسبي الله ونعم الوكيل. وبعد كده شفت الأخ الفاضل والخلوق محمود داود، كان لابس تاج على راسه، وكان الأخ محمود داود هو آخر شخص شفته في الجنة من ضمن الناس اللي عرفهم. والفترة اللي شفت فيها الرؤية دي كانت بعد اعتناقي الإسلام بسنتين تقريبا، ما كانش حد يعرفني زي دلوقتي، وفي ناس ساعدوني كتير كنت أتمنى أن أشوفهم في الجنة، لكن دايما بدعي لهم أن ربنا يرزقهم الجنة ويشربوا من إيه سيدة محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم يوم القيامة إن شاء الله. وقبل ما أختم الحلقة أفكر حضراتكم أن الرؤية دي تجربة شخصية ولا يستند عليها كدليل يقدم لغير المسلمين على صحة الإسلام، ولكن حبيت أشارككم تجربتي ورحلتي في الجنة حتى تعملوا لها وتحسنوا الظن بالله وتعبدوه وحده لا تشركوا به شيئا، وأن تتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تشربوا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا تظمأوا بعدها أبدا يا رب العالمين. واعلموا أن الإسلام هو دين إيمان وعمل، والإيمان والعمل كلاهما مرتبط بالآخر، ومن أجل هذا الترابط الوثيق يأتي العمل مقترنا بالإيمان في أكثر آيات القرآن الكريم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. روى المفسرون للقرآن أن مجلسا ضم جماعة من اليهود والنصارى والمسلمين، فزعمت كل طائفة منهم أنها أولى الناس بدخول الجنة. اليهود قالوا نحن أتباع موسى الذي اصطفاه الله برسالته وبكلامه، والنصارى قالوا نحن أتباع عيسى روح الله وكلمته، والمسلمون قالوا نحن أتباع محمد خاتم النبيين وخير أمة أخرجت للناس. فنزلت آيات القرآن الكريم حاكمة فاصلة قاضية عادلة تخاطب المسلمين في صراحة وجلاء. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. رزقنا الله وإياكم الجنة ورؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.